بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد، هل في القرآن حب؟ هل آية في لناو القرآن زانراو حب خوشويستي آه خوشويستي لقرآن ذا هيا نسرد الله الميول الغريزية عند الإنسان ميل يعني لاربونا ولا يشتيك يان دلبوچون دلبوش تيبتي كرداريش دلاء ميلم ليتي يعني دلم بويدتي الغريزية غريزة يعني أوش تاني بفطرة أصل لناخي إنسان داهن مروف بغريزة حزي باراسني جاني هي مروف بغريزة حزدكا بيوستي برقزي برامبر هي مروف بغريزة جاني خوخوش وستني هي تادواي يعني أوها الثاني كل أصلو ناوروك لقل دايقون إنسان وهن أو غريزان بيضلا الميول الغريزية عند الإنسان للاي مروف تناول القرآن الكريم مسألة الميول الغريزية عند الإنسان تناول الطعام يعني خواردنكي خوارد تشتي تناول القرآن يا تناول الخطيب قسكريك كتيبك تناولي لقلبك عربي يعني باسي كرت تناول القرآن الكريم قرآني بيروس شي باس كردوه مسألة الميول الغريزية عند الإنسان ميل غريزية كان لا إنسان باس كردوه فقد جاء في سورة آل عمران قوله تعالى خواه جل جلاله لسورة آل عمران نفرميه زين للناس زينة يعني جواني زين الشيء اشتكي جوان كرت رازان ديو زين للناس بو الناس خلق بو خلق رازان دراوتو حل بنرد حب الشهوات من النساء خوشويستي شهوتو آرزوچون بو آفرتان بالنسبة آفرتش بو بياو هرواي والبنين شهوة آرزوي بنين كري زور من دالي زور والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زير زيوي زور بسر يقداد راو ذهب زير فضة زيو ودمان نحاز يعني چي ومباس كردي جارك نحاس يعني مس ذهب أي حديد يعني تي يعني آسن من الذهب والفضة تشي دي كبو خلق رازن راوتوا والخيل المسومة خيل يعني أسب خيل يعني أسب مسومة يعني دياري كراو نشان كراو جاري واي أسبك زور رسم بين نشانة ذكري يعني لو أنا ما بستي لي أسبي خال دار بي أو إيك خال زور ببدني ويتي والأنعام خوش يستني مرو مالات وجان لبر والحرث زوي آرز زوي آما دكراو بو دا تاندن حرث يعني تشيلان ذلك أمانة متاع الحياة الدنيا متاع زينة وجوانيش يعني دنيا طواو دبن والله عنده حسن المآب مآب يعني أو جغاي إنسان بويدا قرته مآب آب يعني رجع وقتون بما نجيهش تيش دلان آب آب يعني قرايو رجع مآب يعني أو شنين إنسان بويدا قرته
خوا باشتريني لولايا كبهشتا. ومما يميل إليه الإنسان ويحبه لو شانيك إنسان ضلي بويدتي وخوشي دوي حب النساء، ويمكن أن يكون مشروعا كحب الرجل لزوجته أو محرما كحب الرجل للمرأة الأجنبية عنه. هو يعني شي خد هولي لقلب ده. ويمكن أن يكون مشروعا، مشروع يعني الشرعية، هم مشروع بماناي بروجج دي والله مليرة بماناي شتيش الشرعي وجائز وحلال دي. ويمكن أن يكون مشروعا كحب الرجل لزوجته أو محرما كحب الرجل للمرأة الأجنبية عنه. وحب البنين خوش سنين مالو من دال، بنين جمع ابن يعني كر، وقد يكون مذموما إذا كان غريزة قصد بها المفاخرة. مذموم دبي يعني خوشويستي زور بوني مالو من دال، مذموم دبي ذم كراو دبي لوم كراو دبي اگر قصدي مبستي كابرالي مفاخرة بي خو بيغل تشان وشانازي كردن بي مفاخرة ها فخر يعني شانازي كردن بخو. او محمودا دشكري او خوشويستي بو مالو من دال ني خوشويستي زور بونو هبوني مالو من دال محمود بي حمد يعني استايش، محمود يعني استايش كراو دشي استايش كراو بي او خوشويستي. كي اذا قصد تكوين، تكوين يعني بيكينانو دروس كردن، إذا قصد أقل قصدو ما بستي لو من دال خصنويا دروس كردني تكويني. أسرة مسلمة، أسرة يعني خزان، أسرة يعني خزان، مسلمة خزاني شي ما بستي لي دروس كرني خزاني شي مسلمان بي تنشأ بيدقا أو خزانة بيبقا في طاعة الله لنا وطاعة إخواده. وحب المال من الذهب والفضة، وقد أشار إشارتي كردوة أماجي كردوة أشار، وقد أشار القرآن الكريم إلى حب امتلاك المال الكثير. امتلاك يعني خاوان داريتي. قرآني بيروس أماجي بخوشويستني خاوان داريتي مالي زور كردوة. وسواء كان سعي المؤمن لإنفاقه في سبيل الله، جاء سعي مؤمن، سعي يعني هولداني تيكوشان، هولداني إيمان دار لبيناو لإنفاقه، إنفاق يعني بخشين، لبيناو بخشيني بيلا رقاي خوادا، أو كان مقصده العبث به، مقصد يعني مبست، ها كرداريج الله مقصدم أويه مبستم أوي مقصدم أونية مبستم أونية يعني مبستي كابرا لكو كرنوي باروبولا العبث، عبث يعني قلطة وقبش تي بي ماناو بي آمانج. أو كان مقصده العبث به يعني مبستي لو كو كرنوي باروبولا قلطة وقبو بفي رداني بي. فكلاهما بوهريق لو مبستان بي مما يشتهيه الإنسان ويحبه، بو هر كام لو ما بستانا بيه إنسان هر اشتهاء رغبة وحزي لكو كردوي بارها. وحب الخيل المسومة، والقرآن ذكر الخيل، قرآن باسي أسبي كردوا لأنها مركوب تلك الأيام، تونك مركوب يعني هر شيء إنسان سواري بشتي بيه، تونك أوكاتا تلك الأيام لو روش قاردا مركوب يعني سواري أو زمانه أسبوه. ولكن الأمر يتعداه إلى مراكب الناس في هذه الأيام. والله ما بس القرآن حر سواريك، والله إنسان حزيلي أو شتيك سواري دبي راقي ويتر فاره وفاخر به. مقامات الحب، مقام بلا بلكاني خوشيستي، مقامات الحب. من عرف الله تعالى أحب الله دبي أبزاني
عرف ناسي. من عرف الله تعالى أحب الله، وعلى قدر معرفته بالله يكون حبه لله. قدر يعني الرجاء، بمعنى الرز جديد. قدر بمعنى ليلة القدر، وانيا شوي الرز دار. قدر بمعنى الرجاء جديد. وعلى قدر معرفته بالله، معرفة ناسيني خوا رجي ناسيني خوا للاي او كسات چند بي، يكون حبه لله خوش يستي خواش لاي اوان ده. بلا انسان تاوكو خوا جل جلالو باشتر بناسي زياتر خوشي ده. اصلا چون خوش يستي خوا بدي دي ببي ناسيني هر لو روانگيه و علمي شرعي گرنگا، هر لو روانگيه و فيربوني زماني عربي گرنگا، رجاي برو بدستهناني خوشويستني خوا سبحانه وتعالى، رجاي برو خوشويستني خوا جل جلاله. يعني بوي فيربوني وزمانه لخوا جل جلاله تي دقين لكتيبكي خوا سبحانه وتعالى تي دقين سنجام خوش من دوي. والله تعالى يحب، ومن أحب الله كان مع الله. خواش جل جلاله يعني يحب كسانش خوش دوي. ومن أحبه الله، ومن أحبه الله هركس خوا خوشي بيه كان مع الله، هو لقل خوا دبي في معيته للقل دابوني وتحت حفظه، حفظ يعني باراستن، ضيع يعني زاعبون نباراستن، ضاع الشيء اشتكي نباراست زايعي كرت، ملام حفظ الشيء اشتكي باراست، وتحت حفظه لجير باراستني خوا دادا بي، وعنايتي لجير تاوديري خوا دادا بي جل في علاه. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، مع يعني لقل، ذهبت مع أخي لقل بلا كم رويشتم. إن الله مع الذين اتقوا، إن براستي الله جل جلاله مع لقل شيء الذين اتقوا، الذين اواني اتقوا تقوى يعني خود بارزن لقناه، والذين هم محسنون لقل اوانشك محسنا احسن يعني تشاكك محسن تشاككار لقل تشاككاران دا يا خوا سبحانه وتعالى. ومعية الله تعالى لمن يحب هي معية خاصة يخص بها احباءه واولياءه. ولي يعني دوست خوشيست، ولي كجمعكي أولياء يعني دوست خوشيست، أحباء جمع حبيبة يعني عزيز خوشيست، أو لقلبوني خوا سبحانه وتعالى كدلين خوا لقل أو كساني كخوشي دوين لقلبوني شي تايبته أين أخو خوا لقل هموانا بوي تشاو ديريان دكا آقاي لحالي أنا بمسلمان وبكافر خوا لقل هموانا. بلام أو معية أو لقلبون معية خاصة لقلبون شي تايبته، معية نصر لقلبون سرخستنا نصر، وتكريم لقلبون الرزلنانا، وعناية ورعاية تاوليبون آقا داربون، فضلا عن المعية العامة زياد لقلبون قشتيكش. هذا ليه كتاب خاني قشتي المكتبة العامة، المعية العامة يعني لقلبوني قشتي ما بس دي أويك أخوة لقلها موانا بوي أجاي تشاوديري هموم رفكان، التي هي معية العلم المحيط الشامل. شامل يعني شتي قشتير، هذا ليه مكتبي شاملة ده بزنك كتاب خاني قشتي أو همو كتابيتي ده. ففي الحديث القدسي هاتوك خوا جل جلاله فرميتي أنا عند ظن عبدي بي، ظن يعني قمان، من وكو قمان عند يعني للا عند بلا وقفت مثلا عند أحمد للا للتنيج لأحمد راوستان وقفت عند أحمد خواج الجلال من للاي قماني بندكم بوماناي
بندەکەی من چۆن گومانم پێ ببا ئاوام بووی. أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أمن لقلي دبم بل قلبوني تايبت إذا ذكرني أجر يادمك إذا أجر ذكرني أجر يادي كردم. باشا والله تعالى يحب ومن أسمائه الودود. ودود يعني أو ذاتي إيمان داراني خوش دبي. ود يعني خوش ويستي. هذا أود أن أخبرك بشيء. أود بيم خوشة حظكم أن أخبرك خبر هوالد بدمي بشيء درباريشتك. مثلا أود بيم خوشة حظكم. ودود يعني أو ذاتي إيمان داراني خوش دوي. هيك لنا وكاني خواي. هيك لأسماء خواي سبحانه وتعالى. أسماء جمع اسم. اسم يعني ناو. أسماء يعني ناوكان. ومن أسمائه الودود. هيك لنا وكاني. لنا وكاني خواي الودودة. وقد ذكر لفظ الودود في القرآن الكريم مرتين. وقد ذكر لفظ الودود في القرآن الكريم مرتين. دوجار لفظ ودود شيء ودود لقرآن هاتو. في سورة هود حيث يقول تعالى خواجة جلاله لسورة هود دفرمي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا استغفار يعني دعوة لي خوشبون كردن. غفر له يعني لي خوشبو. استغفره يعني دعوة لي خوشبوني لي كرد. واستغفروا ربكم دعوة لي خوشبون لبروردگار تان بكن ثم توبوا إليه باشان بولاي بقرينوا إن ربي رحيم ودود. بيقمان بروردگاري من رحيمة مهربانة ودودش إيمان داراني خوش دوي. وفي سورة البروج والسورة بروج شهاتو كخوا جل جلاله دفرمي وهو الغفور الودود. خوا جل جلاله غفورة لي خوش بوا وودودا. والود الحب. الود ود يعني خوش عيستي الحب. ومعنى الودود المحب للمؤمنين. فانظر في نفسك. فانظر انظر يعني بروانا في نفسك. بروانا بوخت بروانا خوت. هل يحبك الناس؟ هل آية يحبك الناس خلق خوش يندوي أم هم لك كارهون؟ كاره يعني كره يعني الرق. كاره يعني وكصير رقاكي هي. أم هم لك كارهون يعني رقيا ليتا. هل يحبك من حولك؟ من حولك حولني تشوار دورة. هاي اواني تشوار دورة تخوش يندوي اويلة تشوار دورة تخوش يدوي ويفرح بلقائك. لقاء يعني بينين. عند الله بلقاتان قورتان كدين قوربوين بلقاتان يعني ببينينتان لقاء بينين. يفرح تلخوش دي ببينينت او كسايلة تشوار دورة. تأكد من حب الناس لك حبا خالصا لله تعالى. تأكد ضلنيا ببوا لشتك لشي من حب الناس لك حبا خالصا لله تعالى. لو يخوش يستي خلق بوتو ضلنيا ببوا لو يخلق خوش ياندوي انزا حبك خوش يستي خالص طالفتا ضل صوزانا بي لبرخوا جل جلاله. لا حبا نكخوش يستيق بي من أجلي يعني لبيناوي مال باريك أو متاع كلوباليك ولا مراءات أو مداهنة. مراءات يعني الروبامعي ريابازي. مداهنة شبه ماشي مداهنة يعني دوروي إنسان شتي درخالنا وشتي شدي كبير أو مداهنة بلام دهن يعني الرون. دهن يعني الرون. فعشان اشتي دجرته كنازان من اصلكم بو نزانيو ولدسكاي رابدوش باس يعني كرشتي ندري تبال خوا سبحانه وتعالى كصحيح نبي لو اني اوندا اني كافي بي اقرا ويش والنجر انشكالي شو انا بي سين اخذ من لغه النامي احمد يكاش لو يضلي رحمد بيضلي ريق وبصاق ورضاب تفا زبد كرا زبد كفا. ريق بصاق
روضاب هرسي كان تف معناي تفدين هرسن استا ريق زياتر بماني ليك بكاردين ملام يعني فرقي شي توزي ورديان هي اشكال دروز ناكا ريق توبغى ليك ريق ليك بصاق وروضاب تف زبت كرا كرا هاوي برادري بنير وأمانة نك كر بماني حمار نا زبد كرا زبد كفا زبد كفا زيادة لو كفي مثلا او كتي جرودة بيها الله السياش لبا ما كفي الصابون زيادة الرغوي بيضوان رغوة الصابون كفي الصابون رغوة ضل ريق وبصاق ورضاب تفة زبد كرا زبد كفة لسان زبان ده تسبب معنى ها زماني كردي دي ضل لسان الكرد مثلا اللسان الكردي اللسان العربي مثلا تسبب معنى او الا دم داي عندامك لسان زبان فم دم فم دم نخامة اسمي بلغمة نخامة بلغمة شاب جوانا هريم بيرا قوس كوانا سهم تيرا شاب جوانا يعني جنج ما بس إلى جوان ليرا جنجة كرداري جوان بمعنى جنج دي بضل جوانا مرق بو يعني بجنجي مرق توشي بو بجنجي وفاتي كرت شاب جوانا يعني جنجة شاب جنجة هريم بيرا هريم بيرا بام هران او جاره ها قوتك هرم ضل اهرام مكان مصر اهرام هرم مكان هريم بير هريم يعني بير قوس كوانا قوس كوانا سهم تيره كابو ضل ريق بصاق رضاب تفا زبد كرا زبد كفا لسان زبان فم دم نخامة اسمي بلغمة شاب جوانا هريم بيرة قوس كوانا سهم تيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.